أكيد ما ننسى المعمارية العظيمة زها حديد اللي أنا أعتبرها قدوة بالنسبة لي، لأنها صدق تركت بصمة عراقية بكل تقريبا كل أنحاء العالم، مو بس الوطن العربي، صار عندها مثل خلينا نقول مثال أو معلم من معالم الحضارة العراقية أو المعمارية العراقية، خلينا نقول مو الحضارة العراقية، حتى لو هي بنوع ثاني من الستايل المعماري، بس يكفي أنه اسمها معمارية عراقية، حققت نجاح بكل دول العالم وتركت بصمة كبيرة للعراق. فعلا رفعت رأس المرأة. أكيد. يعني إحنا اليوم إشقد ما نريد نمجد بوجودها نكون مقصرين بحقها. خلونا يعني يمكن نذكر بعض النماذج أو اللي مر بحياتنا، لأن هذا البرنامج الحلو به أنه يسلط الضوء على كل الأشياء اللي مرت بحياة خاصة هذه الحلقة، يعني المرأة، التحديات.